قول الحكيم في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخوتي الأعزاء، أعتقد بأنكم اليوم مهيئين لإكمال الطريق. قلنا إن الإنسان كائن متحرك منذ أن يخلقه الله سبحانه وتعالى إلى أن يعود إلى الله، يمر بنشآت أربعة. النشأة الأولى هي عالم الذر، ثم يمر عبر بوابة الرحم إلى الدنيا، ومن الدنيا بعد عمر يخرج عبر بوابة القبر إلى البرزخ، ثم يبقى في البرزخ ليمر عبر بوابة عرصات القيامة حتى يذهب إلى العالم الآخر. ثم قلنا ليلة أمس إن مهمة الإنسان في الحياة في الدنيا أن يسلك سلوك التكامل من أسفل سافلين إلى أعلى عليين. هذا المشروع الإلهي يجب على كل إنسان أن يسلك هذا الطريق، نقطة بداية ونقطة نهاية. وقلنا بأن الخط الواصل ما بين نقطة البداية والنهاية اسمه الصراط المستقيم. أقصر طريق بين نقطتين هو الصراط المستقيم. وهناك طرق أخرى، ما لا نهاية من الطرق ما بين المبدأ والمنتهى. يعني إذا أنت عندك نقطتين تقدر ترسم مستقيم واحد، وتقدر ترسم خطوط منحنية ما لا نهاية من الخطوط. لذلك الله سبحانه وتعالى بالقرآن يقول وإن هذا صراطي، ما قال أكثر من واحد. الصراط المستقيم ما مجموع أبدا، واحد. وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الله واحد وهو الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم منسوب إلى جماعة، صراط الذين أنعمت عليهم. من هذول اللي أنعمت عليهم؟ اللي هم نقطة الكمال، اللي قلنا نقطة الكمال الإنساني، وهم محمد وآل محمد، ومعاهم منه الأنبياء الشهداء والصديقين. لأن القرآن يشرح صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ تروح آية أخرى، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن إحنا مأمورين أن نتحرك من نقطة النقص أسفل سافلين إلى أعلى عليين. اللي ينحرف يطلع من الصراط، إذا تاب يرجع وين؟ إلى الصراط، من حيث النقطة التي خرج منها يعود إليها. وضربت لك مثال بسيط، لما تريد تروح لبغداد أكو طريق خاص يوديك البغداد، فإذا أخطأت بنص الطريق وطلعت
لازم ترجع لنفس النقطة اللي طلعت منها وتكمل طريقك. أما إذا استمريت سينتهي بك الطريق إلى الضياع. إذن هناك ثلاثة مجاميع، خلي بالك يمين، مجموعة تمشي على الصراط المستقيم. منو هذول اللي يعرفون وين الحق ويمشون وراه؟ هذول منو؟ صراط المستقيم، يعرف الحق هنا ويذهب إليه، يندل الهدف وين ويروح وراه. والمجموعة الثانية مجموعة المغضوب عليهم. من هم المغضوب عليهم؟ اللي يدري هذا حق ويمشي ضده، يدري الحق مع علي ويذهب لمعاوية، يعلم الحق عند الحسين ويذهب إلى يزيد. هذا شو يقولوا له؟ مغضوب عليهم. أما الضالين يعني التايهين، التايهين ما يندل وين الهدف ماله. شايف؟ يعني واحد يجي بمنطقة يسأل عن بيت فلان ما يندل، فيبدي يسأل أين بيت فلان، هذا يقول عنا ضايع، ننتظر نشوفه يندل وما يندل. إذا بقى على ضلاله خلص هذا خارج المستقيم. إذن ثلاثة طرق وثلاثة مجاميع، إحنا نحاول أن نثبت روحنا. اللهم ثبتني على الصراط المستقيم. طيب سؤال، هسه صار عندكم معلوم أنه نتحرك من أسفل سافلين إلى أعلى عليين. زين، هذا الانتقال، هذه الحركة من أسفل سافلين إلى أعلى عليين، دفعة واحدة لو دفعات؟ يعني مرة أنت تجي من البصرة إلى بغداد بطائرة، طير من مطار البصرة وين تنزل؟ مستقيم ببغداد، بعد ماكو مرحلة واحدة. بينما إذا تجي بسيارة تضطر تمشي من البصرة للناصرية، من الناصرية للسماوة، من السماوة للديوانية، للحلة إلى بغداد، صح؟ فالطريق من أسفل سافلين إلى أعلى عليين مرحلة لو مراحل؟ مراحل. إذا نجحت بالمرحلة الأولى ينفتح لك طريق للمرحلة الثانية. يعني أنت من تشغل سيارتك بالبصرة الضوء مع السيارة يكشف لك كم كيلو؟ فمو تشغل السيارة رأسا قدامك بغداد، يكشف لك 5 كيلومتر. إذا أحسنت المسير وما صار عندك حادث وما طلعت من الطريق ينكشف لك المرحلة الثانية. إذا وصلت للناصرية بأمان النوب تنتقل المن للسماء. بس إذا بالطريق أنت صار لك حادث وطلعت من الطريق بعد عمرك ما توصل. هاي مثال، خلي بالك يمي. إذن الصراط المستقيم إلى 4 مراحل، 4 مراحل. إحنا بيا مرحلة لازم أنت تروح تحط روحك على المخدة، من تنام تسأل روحك أنا وين. فأول مرحلة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عبادة. تتعلم الصلاة، تتعلم الصيام، تتعلم الحج، تتعلم الزكاة، تتعلم. فإذا عبادتك سليمة وعبادتك صحيحة راح ينفتح لك الطريق الثاني. شنو؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، توصل لمرحلة اليقين. إذا وصلت لمرحلة اليقين ينكشف لك الطريق الثالث وهو مرحلة التقوى. التقوى يعني شنو؟ يعني لا تفعل معاصي ولا تترك طاعات، تقوى. ليش انت راح تصوب التقوى؟ لان صار عندك يقين. الله يكشف لك، يقول لك الغيبة اكل لحم ميت. اذا صار عندك يقين الغيبة اكل لحم ميت، بعد تاخذ غيبة؟ ما تاخذ. اذا بطل الذنب. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما
إنما يأكلون شنو في بطونهم؟ نارا. زين أنت إذا تدري هاي أموال يتيم وهي مثل النار، إذا تحطها بحلقك وحلق عيالك، أكو واحد عاقل يحط نار بحلقه؟ لا. إذا ما راح تأكل أموال يتيم، ولا تكذب، ولا تزني، ولا شنو صار عندك؟ امتناع من الذنوب. وبنفس الوقت أسألك بالله، هسه احنا الحكي مو يا الشياب ويا الشباب، إذا عندك حور عين يوصفها النبي صلى الله عليه وآله، يقول إذا أخرجت شيئا من بدنها لمات أهل الأرض شوقا إليها. يا سبحان الله، شنو من جمالها؟ زين أنت إذا عندك حور عين قاعدة بالديوانية، قاعدة ببيتكم بالديوانية، أنت هم تنام؟ شو تقولون؟ يعني أنا ترى أضرب لك مثل حتى أنت تعرف شو أقول. واحد مرت حور عين قاعدة بالديوانية وهو يروح لبراسه وينام؟ ما ينام. زين النبي يقول صلاة الليل مجالسة الحور العين، صلاة الليل مجالسة الحور العين. زين منو بينا اليوم ما يصلي صلاة الليل إذا هي مجالسة الحور العين؟ فعلا احنا عايفين ورايحين نشخر الليل كلنا نايمين، لأن ما عندنا يقين. لو يعلم المصلي من على يمينه ومن على شماله ما ترك الصلاة. أنت تدري من تصلي منه على يمينك؟ جبرائيل. ومنه على شمالك؟ إسرافيل. زين أنت من هيك تصلي ويمك جبرائيل وإسرافيل، أنت شقد تشعر بالعزة؟ زين إحنا من الصلاة من نصلي نشعر أكو ميكائيل؟ لو شلون صلاتنا؟ إذن راح نترك الصلاة؟ ما نترك الصلاة. نترك الحج؟ ما نترك. إذن شنو نوصل اليقين؟ وين يوصلني؟ للتقوى. إذا وصلت للتقوى يصير عندك جواز الارتباط بأهل البيت. من بعد التقوى شنو يصير عندك؟ شنو الدليل؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أول مرة اتقوا الله، يا الله شنو؟ مع الصادقين. إذا المراحل أربعة، فنشوف روحنا احنا وين. خش هسا أنتم تمشون بالصراط المستقيم لو المغضوب عليهم لو الضالين؟ ها؟ إن شاء الله بالمستقيم. زين هسا راح أسألك سؤال، من تمشي بالصراط المستقيم عندك عدو يمنعك ويحاول يوقفك ويحاول يطلعك لو لا؟ من هو؟ اثنين عندك، اثنين. شوي خلي بالك يمي، ركز معاي، عندك عدوان اثنين. هسا احنا نترك ذولك ناخذ بس الشيطان. الشيطان بأي طريق؟ الشيطان بالصراط المستقيم لو بالمغضوب عليهم لو بالضالين. شو يقول القرآن؟ الشيطان لما الله طرده قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ليش؟ هو شلة بالضالين وشلة بالمغضوب عليهم؟ هم الضالين من كيفهم تائهين، المغضوب عليهم من كيفهم طالعين، يحتاج لهم شيطان، هم نفسهم شياطين. لذلك بعض الشباب يقول لي ليش أوروبا ما عندها مشاكل؟ لا عندهم كذب، لا عندهم غيبة، مدنهم نظيفة، ما يتعاركون، نظام ملتزمين، والفقر والنقر والطلاب المال معنا كلها عندنا. شنو أجاوبه؟ أقول لي أن ذولاك بالصراط المستقيم لو منحرفين. إذا منحرفين الشيطان ما له شغل. الشيطان وين قاعد؟ قاعد بالصراط المستقيم. وين اللي يريد يصلي يواجه الشيطان، وين اللي يريد يصوم يوسوس للشيطان. إذن شغلة الشيطان وين قاعد؟ بالصراط المستقيم. زين نايم لو واقف لو قاعد؟ مو سورة القرآن لازم نفسرها.
ايش قال؟ لأقعدن، يعني قاعد. خب اذا واقف يعني متهيئ للقتال، واذا نايم يعني غافل. لا هو قاعد يقول انا ما عندي شغل وعمل و24 ساعة حاربنك، لا انا قاعد اتانيك تغفل واقوم لك، اخليك تصلي فتسنة فتسنتين، تصوم تتعب، اتانيك تغفل واقوم لك كل ذن اعمالك خليهم بالهواء. وشاطر هو، هو مو غبي حشاكم، لا شاطر وعالم وعنده تجربة ويعرف شلون يشتغل. يخليك تروح للحاج، ورايح انت للحاج ولابس احرام وماخذ لك حصوات والطقني يومية 7 حصوات، مو يقول لك الطقني هناك انا متانيك بالمطار من تجي بالمطار، لان كم واحدة مفرعة وكم واحد كان له طبل وكم واحد كان له موسيقى، مو والله جاي الحج منين؟ من بيت الله، ويشتغل الدق والغنى والرقص، وجابوه بالشارع ها، والحج مطلع له كفيه بيضة يهز بيها، مو وسدوا الشوارع. زين بروح والدك هذا جاي من الحج لو جاي من لبنان، جاي من أنقرة، مو لو لا خربها لو ما خربها، وانه بيرجع كذبه كذبه وحده، غيبه وحده، ها الغيبه شو تسوي؟ تاكل الحسنات كما تاكل النار الحطب اليابس، راحت الحج. مو لو لا، اذا هو شيطان، هو قاعد لك بالدرب. لذلك اقول لك عملك لا تضيعه، خليك ملتفت، صلي صايم، بعد لسانك لا تذكر به عوره امرئ، فكلك عورات وللناس ألسنوا. انت تروح للحج تقول طلعت كما يوم خلقتني امي ولدتني امي وراح ارجع النوب اكذب من جديد، لا اكو قانون، الله عنده قانون يقول انا استرك كل ذنوبك بشرط ان ما ترجع الهن. اذا عندك 100 كذبة وتبت من عدهن ورحت للحج خلاص ضربنا ستار نور، لكن من ترجع وتشذب كذبة واحدة نطلع من؟ نطلع 100 ويصير 101. شنو دليل؟ وإن عدتم عدنا، ترجع للتوبة نعيد للستر، ترجع للذنب نعيد للهتك نفتحه. انت تهتك روحك، كون انا من اتوب اتوب خلاص بعد ما ارجع مرة ثانية. اذا الشيطان وين قاعد؟ بالصراط المستقيم. خوش الشيطان ليش الله طرده؟ بس السؤال، الله طرده بسبب ذنب واحد، شنو؟ تكبر. تكبر زين، تكبر مرة لو مرتين؟ مرة واحدة. زين كم عبادة عنده هو؟ حسب الروايات المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام إنه عبد الله 6000 عام. 6000 عام. زين السجدة مالته كانت جد تطول 100 عام، 100 عام يسجد. زين أنا وياك إيش قد نعبد؟ خيرنا يعني كلش يطول، نقول 1 75 ويتوفى، 15 مالات قبل التكليف 60 سنة، يعني كل عبادتك 60 سنة. زين 60 سنة والسجدة مالتك ايش قد تطول؟ منو بيكم يسجد دقيقة؟ ودقيقة هواي 10 ثواني 15 ثانية، صح؟ زين 60 سنة وسجدتك أقل من دقيقة، وذاك 6000 سنة ويسجد 100 عام، والله طرده على مود مرة واحدة تكبر. زين أنا 60 سنة وطول عمري متكبر، مو؟ إذا ما تقعدوني بصدر المجلس سب العنب الحامض، إذا ما تحط رأس الباشا يمه يزعل، إذا ما تقل ودائما هذا شنو لا تحكي، هذا كردي خي ولي، هذا لوري ذاك خلي يولي حضري، هذا شنو العبد تحكي وياه ذاك، مو اكو ناس لو ماكو
زين هذا طول عمره ويروح بستين سنة ويريد يدخل جنة، والله طارد من؟ طارد واحد 6000 عام وسجدت 100 عام، أكو عدل لو ماكو مولاي؟ زين من طرد رب العالمين؟ قال له طردتني؟ قال لي، قال له أنا أدري أنت ما تضيع عمل واحد. الله إيش قال بالقرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، ما ضيع. قال له إذا ما ضيع وتريد تطردني انطيني حق عبادتي، انطيني حق عبادتي. قال له شو تريد؟ أخذ ما زال بالدنيا، الدنيا ما تسوى. لو كانت الدنيا عند الله تساوي جناح بعوضة ما سقى الكافر فيها جرعة ماء، ما تسوى. قال له شو تريد؟ أريد. قال له أريد أسلحة. أولا أرى آدم أنا وقبيلي من حيث لا يراني. هسه الشيطان يشوفك وانت ما تشوف، السلاح الأول. السلاح الثاني قال أحدثه كما تحدثه نفسه. هو الشيطان يوسوس وياك، انت عبالك روحك تحكي ويا نفسك، انت هو اللي يحكي وياك. اثنين، ثلاثة، أجري فيه مجرى الدم بالعروق، وأي مكان لا يجري فيه دم يعني بطرف صبعك ممكن يصير شنو؟ شيطان طرف صبعك. زين بعد قال له كل ما يولد لولد يولد لاثنين، يعني احنا كل ما جاءنا ننقص هم يزيدون. بعد قال له خليني الى يوم يبعثون، يعني اعطيني عمر طويل. لذلك هو من ادم لليوم ايش قد عنده خبره، واحنا امس مولودين ونريد نتغلب عليه؟ اذا الا بالاستعانه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله. احترس، عنده طرق متعدده، للعلماء شكل، للبسطاء شكل، للعمال شكل. نعم، فإذا هذا بإمكانية هائلة. آدم يسمع، قال له يا ربي مكنت مني، يشوفني وما أشوفه، يحددني مثل ما تحددني نفسي، يجري في مجرى الدم بالعروق. زين ينولد لاثنين، ثلاثة عمر طويل وعنده خبرة. قال الله لآدم وأنت لك سلاح واحد، أعطيك سلاح نووي. شنو قال له؟ قال له أعطيك، أغفر لك، أغفر لك إلى أن تبلغ روحك الحلقوم أو تأتي الشمس من المغرب. تذنب تستغفرني أتوب عليك، أغفر لك. إلى أن إيش وقت؟ إلى وصلت الروح لهنا. إذا وصلت إلى الحلقوم بعد توبة ماكو، وإذا صار يوم القيامة تأتي الشمس من المغرب بعد توبة ماكو. فصرخ إبليس قال ذهبت أسلحتي إدراج الرياح، يعني أسلحتي كلها شنو؟ صارت ضعيفة. أنا نجيبه وأغريه وخليه يذنب وبعدين يقول استغفر الله ويرجع مثل الأول. فواحد من جماعته قال له الحل عندي، الحل عندي. قال له شو؟ قال له حطيك سلاح جديد. ما هو السلاح الجديد؟ قال له طول الأمل. يريد يتوب اليوم؟ نقول له شكو تايب اليوم باكر توب. يريد يروح للحج السنة؟ نقول له عليه من رايح السنة، روح بالسنة الوراء. يبدي يصوم؟ خلنا صوم السنة. لا تصوم السنة، السنة الجاية ستة شباب تونس إلى أن يجيك الموت. قال له والله ظاهر ماك واحد من جماعتي خايب، كلكم ما شاء الله تشتغلون زين. هسه الشيطان وين قاعد؟ صلاة المصطفى قاعد ينتظر منك شنو؟ زين هو عدو لو حبيب؟ عدو. أقسم بالله قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا إلا منو؟ إلا عباد الله الصالح المخلصين، المخلصين. إذا تبين الشيطان يؤمن أكو عباد الله ما يقدر عليهم لو ما يؤمن؟ إذا نفس الشيطان يؤمن أكو إنسان معصوم ما يقدر عليه، يقول له فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وتجي لك واحد يقول لك وينك معصوم؟ حتى الرسول ما معصوم.
يا بالشيطان، حتى الشيطان يؤمن شنو؟ اكو معصوم، بينما اكو ناس تؤمن ماكو عصمه. خوش خلي هالموضوع زين. هسه راح ادخل بموضوع عسكري، اشرح نظريه عسكريه واطبقها بحيث اكو عدو عندي، فلازم ادرس هذا العدو حتى اعرف شلون اكافحه. فاريد منكم صلوات محمديه فاطميه علويه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين هسه نحكي ويا الاخوان الكبار اللي عندهم تجربه. هسه اللي عاش بحرب راح يعرف شو اقول، والشباب الصغار اللي ما مارين بحرب راح يتعلمون. العدو عنده نوعين من الأسلحة، كل عدو نوعين من الأسلحة، نوع أسلحة ظاهرية ونوع أسلحة باطنية، وهاي الأسلحة يكرسها في الطريق اللي يتوقع العدو يجي منه. يعني أنا إذا أريد يجيني العدو منه أروح أحط أسلحتي هناك لو وين؟ قبالة. وين مين يجي أحطه هنا. فالأسلحة نوعين، عندي أسلحة ظاهرية مثل إيش؟ طائرة، بندقية، مسدس، آر بي جي، ستريلا، مقاوم طائرات، مولولا، غاز كيماوي، هذا ظاهريات، وكل وحدة إلى وسيلة دفاع. الدبابة إلى وسيلة، الرشاشة إلى وسيلة، الغاز استخدم لقناع مو هالشكل لولا. زين الأسهل الأسلحة الباطنية شنو؟ الألغام. شنو؟ لغم، لغم مدفون جوا القاع، انت تشوفه تجي تمشي تحط رجلك عليه تلقى روحك بالهواء. صح. هاي الألغام ثلاثة أنواع، نوع قتال يعني تحط رجلك عليه خلاص يقطعك وصله وصله تموت، ونوع بتار يعني يبتر رجلك عضو من عندك ويخليك قاعد، ونوع مهداد. مهداد يعني بيه شظايا صغيرة تضرب أكبر عدد ممكن من العدو. واضح؟ هسه أنا جاي أحكي عسكر، جاي أحكي جيش. زين استخدم القتال، استخدم القتال اذا كان العدو قليل العدد، قليل العدد يدوس يقتل كل واحد الى واحد. واستخدم البتار اذا اريد استخبارات معلومات، انا العدو ما اريد قتله، اريد ابتره وقعده على مود اسئله عن الجيش واخذ منه معلومات. واذا الهجوم كبير العدد بالالاف استخدم المهداد، واحد يدوس تطلع آلاف الشظايا تضرب مئات الجنود. صح الكلام؟ هسه نجي للشيطان. الشيطان هم عنده نوعين من الأسلحة، أسلحة ظاهرية شنو؟ تعال اشرب خمر، تعال العب قمار، تعال كذب، تعال اخذ غيبة، مو هذني لولا هو معروف، هذا كل احنا نعرفه. هسه كض اي شباب يلا الغيبة يقول لك حرام، النميمة حرام، البهتان حرام، شرب الخمر حرام، الزنا حرام، مو ولا تعرفون ولا ما تعرفون، هذني ظاهريات. بس خوفك تدري منين؟ من الألغام. زارع لك لغم. زين بالجيش شلون نكافح الألغام؟ اكو مجموعة هندسة ميدانية، شنو عندهم؟ سونار. يجي بالسونار يكشف لك شيء جوا القاع ويحط لك علم احمر. احنا الله جل وعلا ارسل نبي وائمه عندهم سونار يجون يحطوا لك اعلام، هاي المنطقه لا تدناها، هاي المنطقه لا تدناها. اذا انت تمشي بالصراط المستقيم وعينك على الامام، وين ما حط رجلي هنا هنا هنا، شو يقولون؟ والما يباوع للامام والما يقرا القران راح يجي، يجي هو يصلي، يستمر يصلي ويصوم حاط رجله على الجذبه.
زين الشيطان وين يحط الألغام؟ بالصراط المستقيم. وانت ماشي رايح، انت مستمر بالصراط المستقيم، تحط رجلك على اللغم تلقى روحك برا. وثلاث أنواع، نفس الأنواع، خلي بالك يمي أرجوك، محاضرة اليوم أريدك تهضمها. النوع الأول يطلعك من الإسلام بالكامل، يعني أنت تصلي وتصوم وتحج وتزكي، بس من يحطوك بالقبر يجرون هويتك المسلم، ينطوك هوية يهودي. أنت الغاية الموت شنو أنت عبالك؟ تعبالك مسلم، بس من يحطوك بالقبر يطوك هوية يهودي. ليش؟ دايس على لغم، دايس على لغم، شمارك من الإسلام ذبك على اليهود والنصارى والصابئة. وأكو لغم قتال يطلعك من الأديان كلها، ما يقبلك لا مسيح ولا يهود ولا نصارى ولا مجوس، يوديك يطوك هوية كافر. هاي اثنين. والثالث البهداد، يخليك مسلم بس بدون عمل، عمل ماكو. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. صار عندك تصور لو لا؟ إذن مو بس تحافظ على روحك بخط الإسلام، حاول تحافظ على روحك أن لا تطلع من الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. إذا أنا قبل لا تقول لي أريد جنة وأريد حور عين، أو أنت أول مرة ثبت روحك مسلم وبعدين تعال طالبني. لذلك اليوم انا ما راح اجي لك عن الخمر، انا ما اجي لك عن الغيبه، ما اجي لك عن، لا انا احكي لك عن الالغام لانها مهمه جدا. هسه اريدكم من دواخلكم، يعني من داخلك صيح شيخنا تعال، خاف احنا دايسين على الالغام وما ندري. خو قل لنا شنو علامه هاي الالغام، شنو العمل اللي نسويه ونطلع من الإسلام؟ خاف ما يقبلوننا إسلام، واويلا مو هالشكل لولا. شو تقولون المحاضرة مهمة لو أقطع وامشي؟ ها إيه؟ إذا مهمة خل نصرف ذراعاتنا عمي، خاف ما ندري وبعدين يقول ربي رجعوني. ما حد يرجعك، حد يرجعك. زين إذا من هسه تعلمها قبل لا يخلوك بالقبر يطوك غير هوية وبعد ماكو رجعة. هسه امتحان البكالوريا وما نجحت تقول عندي دور ثاني، مو لو لا؟ دور ثاني. ما نجحت عيد السنة بالسادس، مو؟ خب ما نجحت عوفها وروح مسائي، ما نجحت روح اشتغل ميكانيك، اشتغل مو تعيش على كل حال. لكن هذا امتحان، اذا حطوني بالارض بالتراب بعد رجعة ماكو، ولا امتحان ثاني ولا دنيا ثانية. فإذا خليك دقيق، خليك حريص أنك تحضر وتتوجه وتدرك وبعد ما تنسى. أكو أعمال قال بها النبي، يقول للعلي أنا مدينة العلم وعلي بابها، يا علي من فعل كذا خرج من الإسلام. هسه ناخذ أول وحدة كبيرة، يا هي كبيرة اللي طلعك من الصراط المستقيم ويطلعك من الإسلام وكل دين هم ما يقبلك. راح أعطيك واحد بس، التكبر. التكبر، اسمع يا علي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي لا يدخل الجنة من بقلبه مثقال ذرة من كبر. مو ذرة، مثقال ذرة من كبر. وشرحت لكم ليش، ليش؟ إن حكم الله، شوف رسول الإمام علي إيش يقول، يقول حكم الله في السماء وفي الأرض واحد لو اثنين. إن حكم الله في الأرض وفي السماء لواحد، وما كان الله ليدخل بشرا إلى الجنة بنفس الذنب الذي طرد ملكا منها.
الشيطان انطرد على مود التكبر. زين شلون انت تدخل الجنة وعندك تكبر؟ يصير لو ما يصير؟ وما كان الله بظلام للعبيد. اول من يعترض الشيطان، يقول له يا ربي شلون تدخل هذا بنادم للجنة وهو عنده كبر، وانا طردتني مع العلم 6000 سنة انا عبدتك. اذا دير بالك يا شيخ العشيرة، يا مدير الدائرة، يا وزير، يا اب، يا كبير اخوتك، دير بالك تشيل باطك على الناس، دير بالك تحس هذا دون من عندك، اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق. الانسان المثمر دائما مثل الشجرة المثمرة، تلقاه هادل متواضع، اما هاي الصفصافة شايفينها ما بيها كل ثمر تلقاها. فانت من تشوف الناس دون من عندك فانت ايس من مسألة الجنة، وايس من مسألة حتى ان تكون مسلم او ان تكون مسيحي او يهودي، ما يقبلك دين، لان التكبر رداء الله. الله جل وعلا يقول التكبر ردائي فويل لمن نازعني ردائي. خافت قلت انت شين انت لي؟ انت مرة وانا زلمة، هذا عبد وانا سيد، هذا حضري وانا شيخ، هذا كردي وانا عربي، هذا عجمي، هذا لا 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 ابدا. كلكم لآدم وآدم من تراب. هسا عرفت اللغم اللي ما ندري بيه اللي طلعنا من الاسلام والاديان كلها؟ زين خل نجي للغم اللي طلعك من الاسلام يذبك يهودي. خلي يركزون الشباب. اولا عقوق الوالدين، عجيب يعني يا اولادي عجيب. عاق الوالدين لا يشم ريح الجنة، ما يشمها، وإن ريح الجنة ليشم من 500 عام، 500 سنة، مو من سنواتنا، من سنوات الآخرة، 500 سنة يشمون ريح الجنة، وعاق الوالدين لا يشم ريح الجنة. أمك أبوك هذول ربوك وانت قطعة لحم صغيرة، لا بيك تاكل ولا بيك تشرب ولا بيك تلبس، ويتحملون وينامون ليالي سهر وعذاب لأجل أن تكبر أنت. أكو فرق مولانا، فرق بين الأبو يربيك حتى تعيش وأنت الداري تاني يموت، فرق أكو. كان يحطك على صدره ويقول لك يبا أنا جوع وأنت أشبع، وأنا أبرد وأنت أدفه، وانا اعرى وانت البس، ها تالي من يكبر احطه بدار المسنين، من يكبر احط ايدي بصدره وادفعه؟ ابدا. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اذا عاق الوالدين من هسه، والله يجيني صلي وصايم، والله انا ما احكي ويا امي صار لها سنتين زعلان، انت علي من صايم تخشمر روحك، خشمر روحك. وكما تدين تدان. حتى لو أبوك كافر، كافر شايف كافر، اجت وعدة للنبي قالت له أبوي كافر مريض أزوره؟ قالها زوريه، إن كفره لا يمنع بأنه أباكي. أبوك هو حتى لو كافر روحي له بريه أوصلي له، بس بحالة وحدة مولانا، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم، فقط إذا أبوك كض السيف عليك وقال لك إلا تشرك بالله، بس بهاي لا تطيعة. وصاحبهما في الدنيا معروف، ما أرد أوقف أنا صرت أبين هاي. اثنين اللي طلعك من الإسلام هسه وين يذبك مسيحي؟ اثنين شرب الخمر. أولادي بعد صار وعي، ماكو تعتيم، قبل بذاك النظام كان أكو تعتيم، كانت منتشرة هاي الأمور بحيث الشباب عادي يعني شنو كل العالم هواي عدد كبير يحتسي الخمور. لكن لازم تتأكد لا يشم ريح الجنة شارب الخمر أبدا. وهسه ضافوا لنا شنو؟ الهيروين، كوكايين، الترياق، مو والنوب إجانا هذا العدو الأعظم وهو الكريستال. هذا اللي يسوي توهم، هسه أنا ما عندي مجال أشرح لك،
هذا البخار ماله اللي يدخنوه يصير بين المخ وجدار المخ سحابة دخانية، بحيث يقوم يتصور خيال بداخل عقله مختلف عن الحاضر، يبدي يشك، يبدي يشوف، يبدي يقتل. ثلاثة قبض عليهم، الشرطة قبضت عليهم كاظين طفلين صغار صف أول ابتدائي راجعين من المدرسة، وكاظينهم ذابحينهم قطعينهم معلقينهم بعنوان خرفان، هو يشوفه خروف معلق الطفل ويشون ويأكلون. لما اجت الشرطة عليهم قال له شكو ايش صاير؟ خروف اشترينا خرفان اثنين هم معلقين اطفال. هذا شنو اثر الكريستالز؟ اذا دير بالك وليدي، مو بس الخمر ذاك، لا كل، ليش سمونه خمر؟ من الخمار، المرأة اللي تلبس خمار مو تغطي وجهها، فهذا سموه خمر لان يغطي على العقل. فشارب الخمر اذا ما يتوب، انا احكي لك اذا ما يتوب، اما اذا تاب لا تستمع للناس هذولي. شارب الخمر ما تنقبل منه صلاة 40 ليلة، منين جبتوها؟ اليوم يتوب العصر يصلي المغرب والعشاء، خلاص أعوف الشيطان وأرتمي في أحضان الشريعة، أرتبط بالله. شاهد الله 40 يوم المنانة، حتى الشيطان يجي يقول ها عفتني ورحت الذولاك، شوف ما يقبلونك. لا عمي، شارب الخمر الظهر يقرر التوبة، يغتسل من النجاسة ويتوضأ ويصلي المغرب والعصر، من لحظتها الله يتقبله. هاي اثنين. ثلاثة، شاهد الزور. شاهد الزور لا يبقى بالإسلام، لأن دخولك للإسلام شنو تقول أنت؟ أشهد، أشهد، مو أشهد أن لا إله إلا الله. زين إذا أنت تشهد زور بعد نقبل شهادتك لو ما نقبل؟ دير بالك مولانا، هذول يم المحاكم كل من كاظ هويته وجنسيته وحاضر لأي طلابة أنا شاهد، أي طلابة أنا شاهد، يطب يشهد ويحلب بالقرآن هو لا شايف ولا سامع، على مود يأخذ له شنو؟ كم فلس. هذا يطلع من الإسلام، ما يبقى بالإسلام. ودير بالك مولانا، من تقعد بالقعدة إذا تدري ابن عمك مقصر، إذا تدري ابن عمك هو المجرم، لا تشهد معاه والله ابن عمي وتبيع دينك، لا، قول الحق مع فلان، لا تقعد مع القعدة، لأن هاي كلها تعتبر شنو؟ شهادة زور مولانا. العملية مو سهلة. إذا شوف طيته كانت ثلاث نماذج: عاق الوالدين، وشارب الخمر، وشاهد الزور، وقاطع الصلاة. أولادي، الصلاة مو لله، الصلاة إلك. يعني أنت تعرض رأي نفسك الخلقة على الخالق 5 مرات باليوم حتى ما يبقى بيك عطل. والنبي يقول لو كان أكو نهر باب واحد منكم ويطلع يغتسل 5 مرات يبقى بيه درن، يبقى تراب بجسمه، لا يطلع نظيف. هكذا إذن أولادي، إذني ألغام جاي أطلعها إليك بعد. أما الألغام اللي تخلي عملك صفر، يعني شقد مصلي؟ صفر. شقد صايم؟ صفر. شقد رايح للحاج؟ صفر. شنو هاي الأعمال؟ راح نعطيك عمل واحد، عمل واحد أو عملين. خو ما مليتوا من عندي، صلوا على محمد وآل محمد. اسمع لي وليدي، هسه مساح قلنا عاق الوالدين، يعني شنو عاق الوالدين؟ اقلها شنو؟ افن. ولا تقل لهما افن. هسه الافن اقل، اكو كلمه اصغر من افن؟ يقول الامام الصادق عليه السلام: لو كان هناك كلمه اقل من اف لقالها القران. ماكو غير اف. زين شنو معنى اف؟ شنو معنى اف؟ أف لا هي اسم ولا فعل ولا حرف. أهل العربية يقولون اسم فعل، اسم فعل. يعني أف بمعنى أتضجور، ضايج أنا، صح؟ أف. زين، مثل آهن. آهن شنو؟
اسم فعل أتوجع، واحد متوجع شو يقول؟ آهن. إذا أفن معناها أتضجور. أبوي قال لي روح جيب صمون، قلت له أف، ها هاي شنو؟ أف لكما، هاي أنا تضجور، هاي حدود العقوق الدنيا. تقول أفن أنت عاق، زين إذا تضربه، إذا تشحته برا البيت، إذا تقتله، هاي بعد الحدود العليا. يجي مفسر يقول أفن مو معنى أضجور، لا أفن بمعنى أتقزز. أكو واحد من يشم رائحة كريهة شي يقول أف، ها يقول خاف أبوك من يكبر أو أمك، إما يبلغن عندك الكبرة أحدهما أو فلا تقل لهما. مقد الأم أو الأبو يصير كبير بالعمر ويصير عنده حدث، لا تقل أف. ليش؟ لأن أنت يا ما كنت مسويها يا ما مسويها، وبحضانهم ويضحكون، تعال يا فلان شوفي شوفي ابنك سوى، يضحك. أو حتى لو يقولون اف، انت طفل كنت ما تدرك شنو اف، هسا انا طفل واصيح طعام وتجيب لي امي تقول لي هاك الزقنب، يقول له ما تقول، بس انا افهم شنو الزقنب، شعله ياكل وامشي. لكن الابو الكبير لا، مدرك، صديق جسمه ضعيف، صديق مشيب، بس من تغل الصينيه قدامه يشعر له ما يشعر، من تقول اف يشعر له ما يشعر. والله الرساله الكتاب هذا المعلم بالبصرة دار العجزة بالجمعيات، لقوا ميت بالباب، باب دار العجزة الشتاء بالليل، بالليل وهو معلم متقاعد عنده راتب وحاط راتبه جوا المخدة وعايش عند ابنه، ابنه مهندس، مرته قالت له مليت من ابوك، مليت من التنظيف، قالها ابوي وين اوديه، قالت له مليت، انت ما تشوف الريحة اللي بالبيت؟ فزحف روحه بالليل، اخذ فلياساته من جول المخدة حتى ما ظل الصبح. انسان عنده شعور، اب محترم معلم، اخذ سيارة دار العجزة، زين مدير العجزة هو يجي الصبح، فظل قاعد بالباب، البرد اضر به، طلع قلم وورقة وظل يكتب رسالة إلى مدير، إلى مدير الدار، أنا فلان ابن فلان ابن فلان كذا فلان، جابتني كلمة أفن لقوا ميت الصبح، أرسل المدير على قال له تعال شوف أبوك وين، والله لو تبكي عمرك كله ما توفي هالكلمات الكاتبة هذا الرجال. شون انت ارحم من في الارض يرحمك من في السماء، شوف ولا هذا عقوقه، حكينا العقوق شنو نتيجته؟ ما يبقى بدين الاسلام يروح. زين يجي هنا النبي يقول يا علي، اسمع يا علي، من نظر لوالديه نظرة غضب، ما قال افن، ما قال افن، بس امه وابوه اجوا يا بس باوعلهم خزرهم، بس هاي الخزرة فقد حبط عمله. تدرون لو ما تدرون تعبالك شيء لغم، هذا لغم، تحط رجلك عليه تلقى روحك بالهواء. يا علي من نظر لوالديه نظرة غضب فقد غضب فقد حبط عمله، يعني ايش قد صلاة صفر منه. تتوجهون هاي تاخذونها محمل الجد، لو لا لو طم منا وتطلع هنا، انا ادري انتم متأثرين وادري انتم متعجبين، لان هاي الالغام ما احنا مطلعها، لازم نطلعها ولازم نعرف الحقيقة. واللي يحبك يقول لك قلت لك، والما يحبك يقول لك ردت أقول لك. هذا واحد. اثنين، إذا تعلي صوتك على النبي، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتك، يعني مجرد صوتك يصير فوق صوت النبي، شو يصير بيك؟ أن تحبط أعمالكم. زين اللي ترفع صوتك، زين اللي يكظ النبي من نام ياقته شنو؟ اللي يقول على النبي يهجر شنو؟ ها؟ اللي يذبح اولاد النبي شنو؟ عرفت شلون؟ اسد حتى تعرف الدرك مالهم وين؟ اذا ترفع صوتك على النبي عملك يحبط.
شا إذا تجي تقتل ابن النبي، لو تكسر ضلع بته، لو تحرق بابها، لو تسقط جنينها، وإلا ما حصل في كربلاء. مولانا النبي حط الحسين على صدره، على صدره. تقول أم سلمة إجا الحسين صغير، بس خلي بالك يمي راح أصير كربلاء قدامي وأسولف لك. طفل صغير تقول إجا يركض، والنبي قبلها بدقائق قال لي يا أم سلمة أنا أحس بضعف، لا تخلين أحد يدخل علي. تقول دخل سد الباب، إجا الحسين يركض 3 سنوات. بني حسين أضع لك شيء من الطعام، قال أشم ريحة جدي، أنا أريد أروح جدي. استبق الباب يريد يفتح الباب، قال اتركيه اتركيه. اجا يقول دخل سديت الباب، ورا شوي سمعت بكاء النبي، على البكاء ماله. يا رسول الله ما الخبر؟ يقول دفعت الباب لقيت الحسين على صدره وماسكه، ماسكه الحسين النبي ماسك الحسين منا من رقبته وإيده على ظهره. قال يا أم سلمة الآن كان عندي جبرائيل، الآن. قال لي أتحبه؟ قلت إي والله أحبه. قال إذن أتريد أن ترى الأرض التي يقتل فيها؟ زين مولانا تعلي صوتك على النبي، هذا نتيجتك. زين قتال أولاد النبي شلون؟ لذلك ما امتشطت علوية ولا اكتحلت إلا بعد ظهور المختار الثقفي. مختار هذا هو قريب منكم هنا بالكوفة، تدرون ايش سوى المختار؟ قالهم ويلكم اجلبوا لي أشد واحد على الحسين، أشد واحد. قالوا له ماكو غير حرملة، نجيب لك حرملة. قالهم شي يقولون عن حرملة؟ قال الإمام زين العابدين بالمدينة، قالهم حرملة بعد عدل يأكل يشرب يمشي. قالوا له إي والله. يقول رفع إيده للسماء، قال اللهم أذق حرملة حر الحديد فقد أحر قلوبنا يوم العاشر. تعرف شنو معنى حر قلوبنا؟ يعني قلبهم احترق، لأن ما بقى عند الحسين أحد، بس هالطفل هذا. فلما جابوا حرملة، شوف شوف، لما جابوه اقتادوه، جابوه الحراس، من جابوه يصيح الرحمة يا أمير، المختار قال له ويلك يا لعين، تطلب الرحمة؟ قال له أما رحمتم الحسين؟ ما رحمتوه، تجمعت عليه. قال له تعال يا لعين، ماذا فعلت في كربلاء؟ قال له سيدي أنا لا طعنت برمح ولا ضربت بسيف، أنا ضربت 5 سهام بس، 5. قال له ويلك، وين رميت هاي 5؟ قال له السهم الأول ضربت به قربة العباس. قال ويلا ويلك يا لعين، ألا تعلم أي أكباد لرسول الله حرم تمل الماي؟ تدري هذا السهم السوى من نزل الماي وخلى العباس حاير بوسط المعركة؟ قال له والسهم الثاني؟ قال له السهم الثاني ضربت بعين العباس. قال له والله شلت يمينك، لعنك الله، أتعلم أي عين لرسول الله فقأت يا لعين؟ قال له والسهم الثالث؟ قال له السهم الثالث أنا ضربت به خيام الحسين وحرقتها. قال لعنك الله، أتعلم أي بيوت لرسول الله حرقت وخليت البنات والأطفال يركضون على الجمر؟ قال له والسهم الرابع؟ قال له السهم الرابع اللي ضربت به كبد المولى أبي عبد الله. قال له ويلك يا لعين، هذا السهم المثلث الذي ما استطاع الحسين إخراجه من قبل، فأخرجه من الخلف وما خرج إلا بقطعة من الكبد. قال له ويلك يا لعين، ما رق قلبك؟ قال له ما رق قلبي. قال له والخامس؟ قال له إيه، هذا رق قلبي إليه، هذا الخامس رق قلبي له. قال ماذا فعلت؟ قال له هذا لما خرج الحسين ابن علي وهو يحمل طفل عمره 6 أشهر، يقول كأنه إبريق فضة، كأن طير من ذهب. يقول والله هو نفس اللعين،
يقول لو كان عندي طفل مثل ما خلي الهوى يمر عليه. وتدرون يا أخواني الطفل أبو 6 أشهر توه يتعلم يضحك، وش قد ضحكته حلوة. خرج بي الحسين يقول فقال لي عمر بن سعد اقطع نزاع القوم. يقول احتاريت منين اذبحه، يقول باوعت شفت نسمة مرت رفعت القماط وظهرت رقبة الطفل كأنها ابريق فضة. يقول سددت عليه بالسهم، يقول اغمضت عيني ثم اطلقت السهم ففتحت عيني واذا به يرفرف بين يدي مولانا كأنه طير مذبوح. الإمام الحسين وضع يده تحت رقبة الطفل حتى امتلأت دما عبيطا، رماه إلى السماء، قال اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالح، رحم الله من نادى وحسيناه.